سمعت كلامك ساعة ما كنت ببوس ايدك وتقول لي دمعك لو ينزل ما يشيلش دمعك غير ايدك. شكرين يا عم فكري، ما نجلكش حاجة وحشة ابدا. شكرين الباقي في حياتك. حياتك الباقي مع الف سلامة. اتفضل اتفضل من في حياتك. اتفضل الباقي. شد حيلك كده. انا شادد اهو اعمل ايه؟ مين دول يا عبد؟ دول ولا دول؟ دول ودول. دول جماعة أصحابي منهم واحد ميت. روح اعمل لنا اشربوا ايه؟ شاي. اعمل لنا خمسة شاي وشوفي معتصم هاتي له سم فران كده كده ميت يعني. مش هعمل شاي يا عبد. يعني ايه مش هتعملي شاي؟ يعني مش هعمل شاي، عاملة إضراب. ايه؟ إضراب؟ الإضراب دخل بيتي هنا كمان؟ الاضراب دخل بيتي منك لا معتصم. صل على النبي يا استاذ عبد. صل على النبي يا استاذ عبد. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الضرب في الميت حرام. الضرب في الميت حرام بس الضرب في الصحي حلال مش كده؟ وانت ما بتروحش المدرسه ليه؟ مش رايح. مش رايح. مش رايح المدرسه يعني ايه؟ مش رايح. عامل اضراب. يعني انت كمان عامل اضراب؟ وانا مش معنى انا مش معنى ولا في ايه؟ ولا مش ولا انا كمان ولا يا عبد خلاص هنقعد نلف حوالين ميدان رمسيس كده للصبح. انا كمان ولا ما روحش المدرسه. هتروح المدرسه؟ اه مش رايح المدرسه. عارف لو ما روحش المدرسه هتعمل ايه؟ عارف هقول لهم على ايه؟ هتقول لهم على ايه؟ على لا بلاش الله دي. ساعه ما كان انا ما كنتش هناك. أه؟ هم راحوا. ايوه هم راحوا. ايوه وهو التاني اما كان التاني ده ما هو كانوا سبعه. اقول لهم؟ هتقول لهم؟ لا هتروح المدرسه. لا مش عايز اروح. مش هقول لهم. لا مش عايز هتروح المدرسه. انت مش عايز تروح عشان ايه؟ انا عايز اعمل بيبي. طب ما تروح المدرسه واعمل هناك بيبي. لا المدرسه ما فيهاش بيبي. امال فيها ايه؟ المدرسه فيها بيبي بيبي وا بيبي بيبي وا. ده اللي في المدرسه. ابن الاهبل. اصحاب العبط. ربنا معاهم. يلا تروح المدرسه. يعني هتروح المدرسه؟ طب خلاص يلا انا بقول لك اهو. طب مش رايح ولا ولا هتروح المدرسة؟ هلا مش رايح. مش رايح. وبعدين يا رجالة وبعدين هنعمل ايه يا استاذ عبد في معتصم؟ يا اديني مكلم يا سيدي 500 محطة تلفزيونية كل الجماعة الترابية عاملين اضرابات. المحطات بقى ما تيجي هم يقدروا يغطوا الحكاية دي. نشوف. روح افتح الباب. مش فاتح. مش فاتح. روح افتح الباب. مش فاتح. عارف لو ما روحتش اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هقول لهم بقى. لا. لا بلاش اللي هادي. روح افتح. حاضر ماشي. ثانية واحدة. السلام عليكم. انت عايز ايه اعمل مخطط انت؟ عايز ايه؟ بابا فين يا حبيبي؟ بابا هنا هنا اهو. قول له مين؟ قول له حرامي. بسيطة جدا. قولها له هو هيعرف. ولما انت حرامي مش تيجي بالليل واحنا نايمين؟ جاي الصبح نمسكك نظبطك علقه. ده انت عبيط جدا. مين يالا؟ ده واحد حرامي. حرامي قال لك اسمه ايه؟ مش عايز يقول اسمه. ايوه عن اسمه ايه؟ ابراهيم مثلا. تعالى يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. ده حضرتك بنبوتي ولا ايه؟ اه يعني حرامي في بورسعيد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. واضح ان البيت ده ما حدش سرقه قبل كده خالص. اه الحمد لله. حاسب بس حاسب. يا عم معانا ميت انت رايح تقعد اتعملك كتير. معلش. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بس يا واد سيب الحرامي في حاله. راجل شريف وبيجري على اكل عيش. سيبه في حاله. واضح ان ربنا ادى لحضرتك المال وخد منك البنون. معلش يا حبيبي. لا حول ولا قوه. مثلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا اهلا. بس يا وائل. بس يا وائل عشان بيقعد يقول حاجات عجيبه. الله يكل حضرتك. ماشي يا بابا. هاي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا والله يعني هو الظرف بس وقعت تحت امرك حضرتك. حضرتك
المحفظة دي بتاعت حضرتك. ما انا عارف. ولا هات ولا ولا هات المحفظة. مش هديك المحفظة. عارف لو ما اديتنيش المحفظة هتعمل ايه؟ هقول لهم على لا لا خلاص ما تقول لهمش دي. يا متشكر قوي حضرتك لقيتها؟ هو انا تلميذ؟ انا سرقتها من حضرتك. سرقتها مني؟ اه ايوه ساعه ما انا كنت في القهوه وساعه ما بلاش ال اما انت دخلت و لا ما دخلتش ال واما هو كان لا ما كانش ال انتوا كلكم متهددين بايه انا مش عارف. يعني اي حد اقول له لا يطلع عنده حاجه يعني. وانت يا ايه بعد العمر ده كله تطلعي يا لا 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 ما تقولش. ماشي ماشي متشكرين قوي حضرتك. ربنا يعني يخلي حضرتك. انا سرقتها من حضرتك وبعدين رحت للمعلم عشان اسلم له المسروقات فلقيت كل الحراميه عاملين اضراب فالصراحه كبرت الراي الزملاء. كبرت لرايهم؟ اه حضرتك كنت صغير يعني ولا ايه؟ اه واول ما كبرت ركبت وجيت لوحدي على طول. يا ما كنتش بتركب وانت صغير. طب عموما حضرتك متشكر جدا. ربنا يخلي حضرتك. ها استأذن انا بقى عشان معايا عربيه نص نقل مليانه محافظ. يا حضرتك يعني طب مش هتقعد تشرب يعني اسرق لك كوبايتين شاي مثلا؟ معلش اصل عامل اضراب. اسرق حاجه ساقعه. اوعدك اول ما اخلص اضراب هقشط لك الشقه. شكرين قوي شكرين جدا. ربنا يخلي حضرتك. حضرتك اتفضل اتفضل اجي اوصلك افتح لك الباب. لا تفتح لي الباب ايه؟ ما هو انا تلميذ. انا معايا الطفاشة بتاعتي. يا جاهز دايما كده ويا ريت عاجب ويا ريت بياس. هاي هاي حضرتك مرات الحرامي؟ لا اهلا وسهلا. ايه ده؟ انا منال التهامي مقدمه برنامج حوار مع ميت. حوار مع ميت؟ اه حضرتك والكاميرا معاكي وكده. اهلا وسهلا. انا بشوف حضرتك على طول يعني حضرتك يعني كل البرامج بتاع حضرتك اللي ما شفتهاش يعني هايله هايله. حضرتك انا تحت امرك يعني. هو فين الميت؟ اهو حضرتك مجهزين اهو. هو ده الميت؟ ايوه حضرتك اتفضلي اعملي. سيدتي انستي سادتي ينفرد برنامج حوار مع ميت بلقاء حصري مع الاستاذ اسم حضرتك ايه؟ اسمي معتصم سائر. هو حضرتك بترد ليه؟ انت مين؟ لا اصل هو ميت فتعبان شويه مش قادر يرد يعني. فحضرتك يعني انا برد بالنيابه عنه لان هو ده صاحبي اساسا يعني. يا ايام يا طب حضرتك ميت بقالك قد ايه؟ حضرتك انا ميت بقالي 3 ساعات لغايه دلوقتي. 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات. طب وايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك يا استاذ معتصم؟ حضرتك انا مش لاقي ان ادفن. نفسي ادفن بس كل الحانوتيه عاملين اضراب. حضرتك تخيلي اعمل ايه؟ التم 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 التم. هنحاول نوصل صوتك للساده المسؤولين عشان نشوف لك حل. وفي نهايه برنامجنا احب اسال الميت تحب تشوف فيلم ايه؟ حضرتك فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ حضرتك احب اشوف فيلم اعدام ميت. وتحب تسمع اغنية ايه؟ اغنية ايه؟ ايه اسمع ايه؟ بحبك وبموت فيك. بحبك وبموت فيك. شكرا للسادة المشاهدين وفي نهاية برنامجنا احب اقول الموت علينا حق. يلا باي باي. بقول لك كده اسمع حضرتك إيه؟ امسك كرسي. الحلقة دي هتتذاع امتى حضرتك؟ دي مش هتتذاع خالص. مش هتتذاع خالص ليه؟ القناة عاملة اضراب. القناة؟ اه القناة عاملة اضراب؟ يعني ما فيش سفن بتعدي دلوقتي خالص؟ لا مش القناة دي، القناة التانية اللي هي المحطة. المحطة؟ القناة التانية عاملة اضراب. طب متشكر جدا حضرتك. ماشي يلا باي باي. انت رايحة فين؟ ولا 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 سيبها تمشي. اسيبها تمشي؟ لا سيبها تمشي. لا مش هسيبها. عارف لو ما سبتهاش ايه؟ هقول لها على لا خلاص ما تقولهاش. نفسي اعرف ايه ده. يلا اتكل على الله. عايزي منها عايزي منها عايز ابوسها. طب ما تقول لي انك عايز تبوس. ما انا قلت لك كده ما عملتش حاجه. قلت لي ايه؟ عملت لك غمزت لك. اعمل ايه؟ غمزت لي ازاي؟ قلت له اهو. طب الحقها الحقها يلا بوسها بسرعه. قول لها بابا هو اللي بيقول لك. ها ماشي ماشي. ايه بوستها؟ ما
امال ايه صوت الخبط ده؟ لا ما انا لما بوستها هي فرحت فسقفتني قالت لي برافو. ايش برافو؟ اديني في البيت. قالت لك برافو؟ قالت لي برافو. برافو يالا. طب هي بستك ازاي؟ بستني كده اهو. برافو. ده انا ههريك بوس اصبر اصبر. لا لا خلاص. ايه ده؟ معجزه معجزه. الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ ايه؟ يا معتصم ايه ده؟ انت صاحي ولا ايه؟ ها يا عبدو، دي كرشة نفس بتجيلي على طول بفوق انا بسرعة. يا راجل كرشة نفس ده احنا كنا خلاص هندفنك يا راجل، ده لولا الحانوتية عاملين اضراب كان زمانك دلوقتي هناك. منك لله كله من الاضراب اللي انت بتعمله، ومش انت بس، انت وبقيه الناس، ده حتى مراتي عامله اضراب، الواد ابن الاهبل عامل اضراب، القهوجي عامل اضراب، الناس كلها عامله اضرابات وانت السبب. انا ما اسمحلكش. اوعى تغلط في اصحاب المضربين، اوعى تغلط في اصحابك الجمال دول، ولا مراتك الحلوه دي، ولا ابنك الاهبل ده. اهو انت احسن. يعني ايه مغلق؟ بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، انا كفايه اليوم كله بايظ. يلا اتكلوا على الله، كله يمشي كله يمشي. يلا ايه امشي. لا مش هنمشي، قول ورايا يا عيال. مش هنمشي هو يمشي. مش هنمشي هو يمشي. مش هنمشي هو يمشي. مش هنمشي هو يمشي. مش هنمشي. لا 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 هو يمشي. يلا يا طوبة. يلا يلا انت ما يجوش معاكم غير كده. يلا 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 طوبة. يلا 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 يلا. ده حصة ايدي بقى يا مستر اكس. ايوه حصة التاريخ يا ده، مش فرعون اهو. اه بحس التاريخ. ماشي. ايه ده؟ بصوا بقى، انا النهارده هدرس لكم تاريخ البلطجه، لان البلطجه دي نشات في مصر من زمان، من ايام الملك بلطجيوس. ملك بلطجيوس هو اللي انشا دوله البلطجه. يعني مين الملك بلبطيوس ده؟ لا بلبطيوس ده اللي بتلبسه. بلطجيوس ده اللي انشأ دولة البطالجة، وده كان أول واحد راح حاصر مدينة الإنتاج الفرعوني، وكان هو هناك في ملكة اسمها الملكة هميس الحديد. ملكة هميس الحديد يالا اللي هي مرات منقرع حديد. اللي هو بتاع اوربت. ملك هميس بقى ايه؟ راحت اداته سكه يعني. واخد بالك ان ملك بلطجيوس فهو كبرت في دماغه. فراح قال معقوله؟ وراح بقى ايه؟ كان مصاحب بنت تانية اللي هي الملكة كليوباترا. بس هي كانت كليوباترا فرد. فهي كانت بتقعد تلف له بانجو. وهو بيقعد يضرب بانجو لغاية اما البانجو كتم على نفسه واتكى على الله. وكده سقطت دولة البطالجة الحمد لله. وفي بق بقى فرعون اقول لكم عليه ما حدش يقول لكم عليه خالص غيري. قول يا معلم. عارفين الهرم ده اتبنى ازاي؟ ما اتبناش بالصخر. ما يا ايه ده؟ ما اتبناش بالصخر. كان في واد معاكوا بيطلع لسانه فين؟ فالملك بقى ايه؟ الملك بقى اللي هو احنا وصلنا لنا حته. ايوه فكان بقى ايه الهرم ده؟ كان بيعملوا ايه بقى؟ ايه؟ بقى ما تبقاش بالسخره تبقى انا بلطجه. هو يعني ايه هرم اصلا يا مستر اكس؟ هرم يا عارف انت اخر شاعر الهرم عند كازون ليه؟ معاه. عند فيصل. هناك في الميكروباص. مش في هناك كده هو هرم على شكل جبنا نستو يا معفنين. هو ده. ايوه مش بتاع الفراعنه. الله نور عليك الواد ده. ايه ده؟ المهم ايه الهرم ده بقى كان بيتبني ما اتبناش بقى بالسخره، لا ده كان اللي بناه بلطجي كان من نزل السمان. مين ده؟ بلطجي من نزل السمان كان اسمه منعم.
مين يا معلم؟ انا اسمع ان اللي بلا بلطجي كبير قوي اسمه خوفو. خوفو يا هو اسمه منعم. اسمه منعم اللي كان بيقطع الهرم كان بينزل من خوفو. ايه يا ابني؟ عطلك ايه؟ يا عم بقولك اهو. ده مجنون بقى البلطجي ده. بس الملك ربيع بقى حاجة غريبة يا عم. راح الملك ده بقى كان كل ما يبني ولا انت روشني انا ما تروحش يا عم استنى ما تقف انا ليه؟ مين؟ انا ليه؟ مالك ابو الهول؟ ابو الهول كان رافض انه هو ابو الهول كان رافض بقى ان منعم يبني الهرم. كان الواد هول ابنه كل ما لقى منعم يبني صف حجاره ايوه كان ياخدها وينزل تحت يضرب في المزهرين. فقعد 20 سنه في الثوره. وعمل ايه في ابو الهول؟ ابو الهول بقى الشل يا عيني. شفت انت ان هو كان قشط له مرخيره بالسافوريا. يا ابني التاريخ كله يا ابني ده حكم والله. امال ايه؟ انتوا هتغفلوني يا عيني انتوا ولا ايه؟ فين ادي الواجب منك لو؟ تعالى يا عيني اطلع معايا يا عيني. فين الواجب ولا؟ ايه يا عيني؟ تعالى ايه يا عيني؟ على فين الواجب يا عيني؟ عندي الواجب على الطلاق. عملت ايه يا عم؟ عامل ايه يا عم؟ اللي هو يا واجب النصوص. استنى يا ده عشان ملبوخ. نصوص؟ عامل النصوص. حافظ النصوص؟ حافظها نص نص. عشان نصوص حافظها نص نص؟ حافظها يا عم. طب سمعنا. قال الشاعر زي الزمان مالكيش امان واشكرك يا اللي نزلت جدول وضربتها. جد مش ده جدول ضرب يا تاني يا ما انا بقى بعد ما شربت اتدشملت وقلعت ملط ودهنت نفسي زيت عشان الزفلت وقلت محدش يهمدني. يا مش ده الضرب يالا الضرب التاني اللي هو بتاع 35 يوم وشادية فين؟ لا ده ضرب الزمن الجميل ده انا ماليش فيه. يعني ايه ما عملتش ده؟ ما عملتش. لا يا معلم اقعد. ومين تاني عمل الواجب؟ انت عملت الواجب انت؟ ما بعملش واجب. تعملش واجب ليه؟ عشان الواجب عند امه حواجب. واجب عند امه حواجب. ماشي يا عم ماشي خلاص ما تعملش. والواد اللي وراك ده ايه؟ انا عملت الواجب. عملت ايه؟ كان عليا واجب كيمياء. كيمياء عملت ايه في الكيمياء؟ كيف تصنع المولوتوف. كيف؟ بنجيب المولو والتوف ونلزقهم في بعض يبقوا مولوتوف. مين اللي قال الكلام ده؟ انا قلت ده؟ ايوه يا معلم انا قلت كده؟ ايوه يا بس يبقى انا كنت مغايب يا عم. لا 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 بقى عايزين تعرفوا المولوتوف ده يتصنع ازاي؟ الحصه دي كيمياء اهي. كله ركز معايا. دي كاف
وانا اوريه القط. يا اسمها ايه الولاد اللي معايا؟ السكرتيره. سناء. ايوه يا راي. ايوه يا مستر اكس. خش يا بنت. اتفضل. خش بالبضاعه. انا هديكوا الحصه دي حصه الكيمياء. والبتاع ده يا دبخة يا دبخة. حس الكيمياء أهم حاجة عشان نصنع الموضوع. استنى أنت هو عشان لازم اللبس عشان الشعر ما يقعش في الدق. ها ها كده أهو. فهمتوا إيه؟ مش فاهم؟ لا خالص. هو مولوتوف. هنصنع المولوتوف. اول حاجه هنجيب ازازه بيره مشبره وكبوها انا اقوم شاربها ونقوم مستخدمين ازازه فارغه. ماشي؟ ما ينفعش نجيب ازازه بيرفيوم؟ ازازه ايه؟ بيرفيوم. بيرفيوم بيرفيوم. الكلام ده لو راح تهاجم ست ستارز. لو تخش تجمع بلطجيه زاك بالظبط. ها لازم ازازة بيرة مشبرة واشربها وبعدين تقوم جايبين بعض 50 سم من البنزين و50 سم من السرار و50 سم 95 وبعدين تجيبوا حتة شاش كده اهو وحتة الشاش دي بتسقسقوها في بنزين. ثانية واحدة هو يعني ايه تسقسقوها؟ سقسق الشاش في البنزين يعني انت ما تحطش شاش في البنزين بيعمل ايه صوت؟ هو كده بيسقسق كده بيسقسق. سقسق ده كده اهو وبعدين بتعمل اللي هو في ازازه المولوتوف وبتقذفها على الخصم. بس انا اسمع ان بيتحط فيها مسامير يا مستر اكس. مسامير دي لو انت بتهاجم نجارين. لكن انت لو بتهاجم خضريه بتحط خيار وبتعمله ترانشات عشان ينزل الارقام. ولو بتهاجم فكهانيه تجيب فراوله بتاعت امبارح وتقوم ايه عشان تعمل دم. ماشي؟ يبقى كده عرفتوا انتوا المولوتوف كافيه تصنيع المولوتوف؟ لا. الله ينور عليك، الله ينور عليك. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة، في معانا اتصال. الو سلام عليكم. الو عليكم السلام. مستر اكس معايا؟ بس وقفت التلفزيون عشان بقى ما يجي نولع في البيت. انا مش مشغلة التلفزيون. وطيه برضه واحترمي نفسك. عندي استفسار يا مستر اكس. اتفضلي. انا دلوقتي لو عايزه اسيب لجوزي من غير ما ياخد باله اعمل ايه؟ من غير ما ياخد باله؟ يعني بصي مش مهم هو ياخد باله، المهم الحكومه ما تاخدش بالها. يعني هو جوزك ياخد باله لانه هيكون اتكل على الله يعني خلاص. الو الو. ايوه الاتصال اتقطع. الاتصال اتقطع. يبقى حد يروح يخطف الولايه دي. ها عرفتوا كده كافيه تصنيع المولوتوف؟ يا وليه اللي اسمك سناء. يا سناء. ايوه يا مستر اكس. خد يا وليه الاكسسوار ده. هات يا مستر اكس. يلا عندنا ايه حصه ايه تاني؟ مين عمل واجب؟ هو انت عملت واجب؟ انا ابو الواجب كله. احلى واجب لاحلى مستر. هو ده الواجب صح يعني. الواد ده جدع. كل الواد ده عمل الواجب صح. سقفه جامده الواد ده. مين عمل